نطوط لقد تأخرت ثانية. نطوط دائما يتأخر. هدوء. نتيجة الامتحان ستحدد إن كنت سوف تحصل على وظيفة محترمة أم لا. إن كانت النتيجة سيئة لا تقل إني أنا معلم. هيا ادخل. بقيت فقط 10 دقائق. هيا بسرعة. بسرعة. فرصة. كيف سأرى ورقة جميلة؟ أنا لا أرى شيئاً. سأبحث عن شمعة وأعود بسرعة. حافظوا على الهدوء. لا أريد أن أسمع الصوت. مفهوم؟ أستاذ حاضر. ذهب الأستاذ. هذه الفوضى، أرجوكم أن تتمالكوا أعصابكم. ماذا؟ أنا مشاكل. نعم. دلي تنشر عليه الغسيل. اترك دلي.
يجب أن نكمل الامتحان. لم يعد لدينا وقت. امتحان امتحان يا فالحة. لا أعرف. شكرا. هل إجابتك صحيحة؟ أعتقد ذلك. هيا العلم. الله ينور عليك. لم يبقى لديكم وقت. هيا سلموا أوراقكم بالدور. جاهز. إجابات مقنعة. شكرا أستاذ. هيا من التالي؟ دوري أنا. لما كل إجاباتك فيها الرقم 8؟ والدي قال لي إن الرقم 8 هو رقم الحظ وأنا أتفائل فيه. ماذا يعمل والدك؟ والدي أستاذ حساب يا أستاذ. حسنا سأعطيك العلامة 8. سيفرح والدي. شكرا لك. بالمشمش. أنا. وأنت ماذا قال لك والدك يا صغيرة؟ أنا والدي مات. أنت تسأل كثيرا، ألا تكفي أسئلة الامتحان؟ هيا بسرعة. ماذا سأقول له إن سأل عن والدي أنا؟ لا داعي لا داعي، فأنا أعرف أباك جيدا، إنه يعمل جزارا. طبعا. أنا دوري. هيا بسرعة تقدم يا صغير. هيا تفضل. فعلا فعلا أنت عبقري أيها الصغير. هذا يعود إلى مجهود المدرس المتأني الصبور في تعليم الأطفال الطيبين. قال الشاعر في حفل تخرجه. لا داعي لا داعي، عرفتك. أنت من فاز بالقصة القصيرة في العام الماضي. قم للمعلم وفه التبجيلة. أكمل. كاد المعلم أن يكون رسولا. مطوط. في الامتحان يكرم المرء أو يهان. الأجوبة صحيحة لكنها ليست في الأماكن الصحيحة. هل كنت بالغش؟ أنا 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 أريد أن أتأكد إن كنت تغش أم لا. ها. ما هذا يا مطوط؟ فضيحة. اذهب من هنا، لا أريد أن أسمع كلمة. حظي حظي تعس. هيا ابتعد من هنا. حسنا. إنه طالب كسول ومزعج. هذه لوحة النتائج. أين اسمي؟ أين اسمك؟ أنا لا أجيد القراءة. لا تخرج. نجح حبل الغسيل. أنا نجح. أفرح؟ طبعا. اسمي واسمك. كتبت العلم. نجح. من طلب العلا سهر الليالي يا نطوط؟ أمي يا أمي، وزعي الحلوى. صغيري كنت أعرف أنك ستنجح. وفقك الله يا بني. ماذا ستفعل بشهادتك؟ هيا إلى البيت، أمك عندها غسيل.
صف واحد في العام القادم. لا تيأس أنا الطول. اطمئن لن أيأس. بوجود الإرادة دائما هناك حل. سأعمل جاهدا لأجد عملا. إلى اللقاء.